بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وكل التحية والتقدير والاحترام ليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة العلماء والدعاة الأجلاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتهنئة لشعب مصر ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد نبينا الكريم صلوات الله عليه وسلامه، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى بالخير على الشعب المصري العظيم وعلى كل مسلم ومسلمة في كافة ربيع الأرض. إن احتفالنا بذكرى نبي الرحمة والهدى لهو مناسبة طيبة للتعمق بهدوء وسكينة في أحوالنا مقارنين بين الأمس واليوم، وقاصدين الإجابة عن أسئلة العصر الذي نعيش فيه، مستلهمين في ذلك عظمة تراثنا ودروسه الخالدة. وأقول لكم بكل صراحة، بكل صراحة ووضوح، إن طريقنا طويلاً، إن طريقاً طويلاً ينتظرنا إذا ما أردنا إحياء حقيقة حقيقياً لذكرى النبي العظيم. إنه طريق من العمل الشاق مع الأمل في غد أفضل، ومن الصبر على مشقة الطريق مع التطلع إلى جزاء الصابرين المجتهدين، ومن الجلد على مواجهة الشدائد مع الإيمان بالنجاح في مسعانا نحو التقدم والازدهار. وخلال هذا الطريق يجب أن نعلم أننا نحتاج إلى مقاربة شاملة لجميع قضايانا وتحدياتنا، وأن التركيز على جانب واحد لن يجدي نفعاً. فالرسول عليه الصلاة والسلام قاد ثورة هائلة من التحولات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ونحن إذ نقتدي بسنته العطرة نأمل في أن نواجه قضايانا بنفس الجراءة والشجاعة التي تحلى بها النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم. إن أول التحديات التي نعاني منها منذ فترة هو انفصال خطابنا الديني عن جوهر الإسلام ذاته وعن احتياجات عصرنا الحالي. أننا تحدثنا من قبل في هذا الأمر، وأجمع علماؤنا ومفكرونا على احتياجنا الماس لتحديث الخطاب الديني لتصويب ما تراكم داخله من مفاهيم خاطئة، سواء تراكمت بفعل مرور الزمن وتعاقب السنين، أو بفعل فاعلين أرادوا إخفاء نوايا الشر بداخلهم وراء غطاء مقدس يبررون به إرهابهم للأبرياء من خلق الله، ويعطون لأنفسهم حصانة من العقاب، وهو آت لا ريب فيه، وهو آت لهم لا ريب فيه. بقدر ما أفسدوا في الأرض وتسببوا في كثير من الأذى والدمار والألم، إننا مطالبون اليوم بوقفة مع النفس نستلهمها من سيرة النبي الكريم، ونواجه فيها بجراءة وشجاعة ما نعلم جميعا أنه دخيل على ديننا الحنيف، فنصوبه إلى صحيح الإسلام وأصل رسالة الله سبحانه وتعالى للبشر. وقفة مع النفس نرفض فيها ما يعادي العقل ويعادي الإنسانية، نقوم بتحديث التفسيرات التي اجتهد فيها من سبقونا، فنجتهد نحن بدورنا لنصنع السلام داخل بلادنا بالإيمان والعلم، كي نشهد الله ونشهد العالم أن الإسلام كما هو دين عظيم، فإنه قد خلق أمة عظيمة كذلك تستطيع تجديد ذاتها والمساهمة في تطور الحضارة الإنسانية بما يليق بعظمة دينها. إننا وإذ نؤكد عزمنا خوض هذه المعركة الفكرية الكبرى، معركة تصويب الخطاب الديني وتحديثه، لا تفوتنا الإشارة
إلى أننا سنستكمل بنفس العزم الذي لا يلين باقي جوانب المعركة، ونؤكد أنه لا مكان للإرهاب وجماعاته وأفكاره وممارساته داخل مصر، وأن مواجهتنا إياه بالوسائل العسكرية والأمنية ستستمر، وستظل تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة المدنية مصدر إلهام وإعزاز لكل مصري ومصرية، ولن تضيع هدراً بل ستستثمر وطناً آمناً أبياً ننعم فيه وينعم أبناؤنا بالحياة الكريمة. واسمحوا لي أن أنا يعني أخرج عن نص الخطاب ده. إحنا اتكلمنا في موضوع تصويب الخطاب الديني ده كتير، وإحنا مش بنتكلم في طرف ولا رفاهية، إحنا بنتكلم عن موضوع من فضلكم جميعاً جميعاً توقفوا قدامه كويس قوي وشوفوا إحنا فين، وشوفوا إحنا بنعمل إيه، وشوفوا إيه المطلوب. من عدة شهور كنت تحدثت مع الدكتور محمد مختار جمعة، قلت له على الخطاب اللي بيتم تناوله في يوم الجمعة على مستوى مصر بالكامل. أنا قلت إيه؟ أنا بطرحه النهاردة عليكم عشان نتوقف كثيراً قدام اللي أنا بتكلم فيه وبتناوله، لأن إحنا بنتكلم في أمر جلل وعظيم، أمر دين. أقول لكم حاجة تانية أصعب من كده، إحنا مش بنتكلم في أمر الدين الإسلامي بس، إحنا بنتكلم في فكرة الأديان كلها اللي بتنتهك النهاردة، وبيتم مش عايز أقول التراجع عن فكرة الدين، مش فكرة الإسلام اللي بيشوفوا العالم كله دلوقتي، مش خلى الناس فقط تبقى تتحسب أو تنتقد الخطاب ده، الخطاب التكفيري الإرهابي ده، لا، ده ابتدت الناس كمان، في ناس، في شباب، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ابتدت تكفر بفكرة الأديان. فإحنا مش بندافع عن الإسلام، إحنا بندافع عن اللي بيحاولوا يخلوا الناس ما تقول إن تنكر الأديان، كل الأديان. خلي بالكم، إذا كانت القضية اللي إحنا بنتكلم فيها قضية مهمة قوي، فأنا أعتبرها هي أهم قضايانا على الإطلاق. فتكلمت مع الدكتور وقلت له أنا أتصور إن إحنا دايماً في تصويب الخطاب الديني ده معناه ببساطة محدش هيمس الثوابت ولا يقدر يتكلم فيها، لكن إحنا بنتكلم في إن إحنا مفردات عصرنا، وزي ما تصدى الآخرون أو الآخرين لقضاياهم وفهموها واتعاملوا معاها واجتهدوا فيها، إحنا كمان محتاجين نعمل ده. وأنا متصور إن إحنا عشان حالة التشرذم اللي موجودة في المجتمعات بتاعتنا إحنا في مصر على الأقل، ما ينفعش إن أنا أترك ده، أترك القضية الخطيرة دي اللي هي صياغة الفهم الديني الحقيقي على مستوى الدولة لاجتهاد، مع كل التقدير والاحترام، مع كل التقدير والاحترام لاجتهاد الخطيب. قلت له الموضوع ده عشان يتعمل، أنا أتصور إن إحنا محتاجين نشكل لجنة من كبار علماء الاجتماع وعلماء النفس والأخلاق وكبار علماء الدين، ونقعد ندرس ونتباحث كل الموضوع وكل السلبيات وكل نقاط القوة والضعف في مجتمعاتنا، أنا بتكلم على المجتمع المصري، ثم تتعمل خريطة الطريق بكبار علماء الدين والاجتماع. السنة فيها 52 أسبوع، تطلع منها أو يتسجل في ال 52 أسبوع دول أهم المناسبات وتتحط في الأجندة ديت، ثم على مدى 5 سنوات تتعمل خطة، الخطة دي تهدف إلى صياغة
فهمنا الديني. عايزين نعلم الناس ايه؟ اللي في السلوم زي اللي في اسكندرية، اللي في بورسعيد زي اللي في أسوان، عشان كلنا نبقى فاهمين ومتعلمين. والكلام ده مش يبقى اجتهاد خطيب، بقول مرة تانية عشان ما تفهمونيش غلط، مع كل التقدير والاحترام للخطيب، خطيب الجمعة دي أمة بيتعاد صياغتها، أمة بيتعاد صياغتها بعد حالة تشرذم لسنين طويلة فاتت، ونتج عنها اللي احنا فيه ده، مش اللي احنا فيه في مصر بس. خلي بالكم، الناس بتقتل محمد بيقتل محمد، وعبد الرحمن بيقتل عبد الرحمن، وبيقول الله أكبر. انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه من عظم من القضية اللي احنا بنتكلم فيها؟ ده احنا والله هنتسأل. وانا لتالت مرة بتكلم هنا، وهو فجأة بعد كده يقول لك طب انت هتحرم الخطباء من الاجتهاد. طب انا هرد عليكم رد بالمصلحة، يعني اجتهاد 100,000 ولا 90 مليون، او العدد المسلمين في 90 مليون؟ اقول تاني، اجتهاد 100,000 اللي اقدر اعوضه بندوات ودراسات ومسابقات اعملها، ولا ان انا اشرذم فكر وعقل بيخش جوه المسجد؟ الدكتوراه اللي معاه دكتوراه في الطب والهندسه وغيره، وبيخش فيها الراجل البسيط. عايزين نبقى مطمنين انه بيتلقوا كلام كلنا، ما قلتش انا اللي بقوله، وما قلتش حد بعينه بيقوله، قلت ده لجنة تدرس وتقعد تقول عشان تنقي وتطلع أفضل ما يمكن تقديمه للقضية اللي احنا بنتكلم فيها، أو الموضوع اللي بنتكلم فيه. بس كده أنا فوجئت بعد كده أن الموضوع على طول. الدكتور كان متحمس، راح طالع على طول مدي تصريح هنعمل خطبة موحدة. احنا كده بنختزل الموضوع يا جماعة، احنا كده بنختزل الموضوع يا جماعة. يعني فضلت الإمام كل ما أشوفه أقول له يا فضلت الإمام أنت بتعذبني، فيقول لي أنت بتحبني ولا حكايتك إيه؟ أقول له يا فضلت الإمام لا، بحبك وبحترمك وبقدرك. صحيح، إياكم تكونوا فاكرين غير كده تبقى مصيبة. لا صحيح، أنا عارف دور الأزهر كويس وحريص عليه قوي، والله كتير قوي، يمكن مش عايز اقول اكتر من حد عشان ما ميزش نفسي. بس كل الناس النهارده فضيله الامام بيبصوا على الازهر، مش في مصر بس، في العالم كله، في العالم كله بيبصوا، بيقولوا هو ده القلعه المستنيره اللي ممكن نعتمد عليها في ان هي تحيي صحيح الدين، تحيي صحيح الدين. فأرجو أن أنتم ما تفهموش جديتي في الكلام، غير أن هي عبارة عن غضبة في الله. غضبة في مين؟ في الله سبحانه وتعالى، أنه يقدم ربنا سبحانه وتعالى في الأرض بالطريقة اللي احنا بنقدمه بيها. لا يليق والله لهذا المقام أن يقدم كده للناس، ويفزع الناس ويروع الناس ويقتل الناس، ويبقى الخراب والدمار في كل حتة، على إن ده نصر للعظيم لربنا. لا والله، والله لن يقوم أبدا بناء على الهدم والقتل والتدمير أبدا. أنا عايز أقول لكم على حاجة ومش عايز أطول أكتر من كده. تصوروا إن أنا كنت بقول لفضيلة الإمام قبل ما نلتقي، تصوروا إن في ناس
كانت قعدت بقالها مش بقالها شهور بس، ده بقالها من 3/7 بتسعى لهدم الدولة دي، وعندها استعداد تضيع 90 مليون أو 92 مليون دول من أجل أفكار ليس لها مكان حقيقي. والله مستعدية تدمر 92 مليون وتروع أطفال ونساء وشيوخ وتخلي ناس مفزعة في بيوتها وتهد دولة لا تعود تاني من أجل أفكار. سبحان الله العظيم، والله سبحان الله العظيم، في الشهر اللي فات كانوا بيرهنوا على أن الدولة دي خلاص راحت الشهر اللي فات. تخيل فضيلة الإمام لما الأموال تنفق في هدم البشر وخراب الأمم. أنا عايز أعرف في عددنا كلنا كمسلمين في كام دولة مننا بتنتهك سياسة تتسم بالرشد الديني؟ أنا قلت الكلام ده قبل ما أخش هنا. كام فينا بيحترم ويحافظ على جواره؟ كام مننا بيتآمر على الآخر؟ كام مننا بيسعى لمصالحه الذاتية هو فقط حتى لو كان على حساب مصالح الآخرين؟ كانوا الشهر اللي فات بيقولوا خلاص راحت مصر، بس أنا عايز أقول لهم إن الله معنا. إحنا عمرنا ما تأمرنا على حد ولا حنتآمر، ولا قتلنا حد ولا حنقتل، ولا خنا ولا حنخون، وحنفضل نبني ونعمر ونصلح. وإذا كان ده يرضي ربنا يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا. نؤكد أن رؤية مصر لمنطقة الشرق الأوسط تقوم على احترام سيادة الدولة الوطنية وعلى حث المجتمع الدولي على التكاتف من أجل القضاء على جماعات الإرهاب وعلى عدم التفرقة بين الأخطار التي تمثلها تلك الجماعات ومعاملتها جميعا بمعيار واحد. السيدات والسادة، إن الجراءة والشجاعة التي واجه بها نبينا الكريم قضايا عصره تقتضي منا التدبر بعمق في حقيقة بسيطة وواضحة، وهي أن كثيرا من مشكلاتنا المعاصرة تفاقمت نتيجة التردد في مواجهتها، وأنه لو تم التعامل الجاد مع مشكلاتنا في مهدها لما كانت قد تشابكت وتعقدت وارتفعت تكلفة حلها اليوم. وأضرب لكم مثلا بالوضع الاقتصادي، فمن المعلوم لدى خبراء الاقتصاد منذ عقود أن اقتصادنا في حاجة إلى إصلاح هيكلي يصل إلى جذور بنيته ولا يكتفي بالفروع والقشور. ونعلم جميعا كمصريين كما يعلم معنا العالم أجمع أن قرارات الإصلاح الاقتصادي تلك ليست نزهة أو مهمة سهلة، وإنما مشقة وصبر وتضحية، وأنه بدون هذا الدواء فإننا نستمر في إضعاف أنفسنا وصولا لا قدر الله للتوقف التام، وهو ما لم ولن نسمح به أبدا. لقد بدأنا طريقا صعبا، قررنا نحن المصريين جميعا بشجاعة أن نسير فيه وأن نواجه صعابه بقلوب ثابتة معتمدين فيه على أنفسنا وعلى الله سبحانه وتعالى. نصنع أملا للأجيال القادمة وننقذ أنفسنا من واقع اقتصادي صعب لو تركناه دون مواجهة لطغى علينا ونال من مستقبلنا ومستقبل أولادنا. إننا معا نقود تحولا ضخما يسير على خطى مدروسة، لا نطبق أجندات اقتصادية نمطية، بل نتبع منهجا علميا يراعي بدقة المتطلبات الخاصة لاقتصادنا في هذه الظروف. نهدف لجعل مصر دولة تنموية،
نفتح بلادنا للاستثمار الجاد الذي يتيح فرص عمل لشبابنا وينقل إلينا تكنولوجيا حديثة متطورة. نهدف لصنع تعاون خلاق بين الدولة والقطاع الخاص المصري والأجنبي. لا نتوانى عن مكافحة الفساد بصرامة وحسم، ونعمل بعزم لا يلين على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن. وبرضو اسمحوا لي ان انا دلوقتي ومعاكم كده ان انا اوجه تحية للرقابة الإدارية على جهدها. شكرين شكرين. اتفضل. انا عايز اقول لكم على حاجة، احنا بنواجه الفساد بجد، بس خلي بالكم ان احنا بنواجهه ودايما حريصين على ان آليات القانون تستخدم عشان ما يبقاش فيه تجاوز او مظالم. وده امر مش بسيط، لان اذا كان في حجم فساد ضخم في بلادنا فمواجهته مش بس بالإرادة السياسية ولا بجهد حتى مؤسسة او مؤسسات، لكن ده لازم يكون كمان في قناعة لدى الرأي العام ولدى الشعب المصري على ان الفساد ده لابد من مواجهته، لان اللي بيقوم بالموضوع ده احنا كلنا بنواجه الفساد. ف مفيش مجاملة. وبالمناسبة بقى، أنا بص ألاقي حد يقول إن مش عارف، برضو تاني بقولها، أنا بطلع كل شهر جواب من الرئاسة للوزراء إن مفيش مجاملات ولا محسوبية لحد كل شهر. وبعدين فجأة يقول لك أصل دي قريبة فلان، ده أخوه، ده قريبه، ده أخته. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ والله العظيم أنا لم أحابي أحد، حتى أولادي في شغلهم. أنا بحلف بالله. بقول تاني يا جماعة، من فضلكم كل مسؤول في وزارة أو في مؤسسة ألاقي الرقابة بتقبض على مدعي إن هو يعني على سكرتير في الرئاسة ياخد 100,000 جنيه عشان مش عارف يعمل إيه، وهو لا هو عندنا ولا أي حاجة. ولو عندنا، أنا لو عايز منكم حاجة هكلمكم شخصيا. ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي تقبلوا كده على نفسكم؟ فين المسؤول وثقته بنفسه؟ وقبل ثقته بنفسه ثقته بربه. يقبل ازاي انه يحابي ويجامل؟ ايه ده؟ مفيش كلام من ده. من فضلكم انا على الاقل بكررها تاني عشان اجي يوم القيامه اقول يا رب انا قلت مرتين بالطريقه ديت، قلت لكم مرتين. لو سمحتم، مفيش مخلوق، انا بتكلم لما كان حد تاني بيتجامل عشان خاطر الوظيفه ولا كلام من هذا القبيل، ده موضوع، ده فساد برضه. فمن فضلكم تاني، ده فساد برضه. يعني ايه ان حد على مقربه من الرئاسه او مجلس الوزراء او الوزير يتجامل؟ يعني ايه الكلام دوت؟ هو في حد تاني هنا؟ مفيش حد اعلى من حد، كلنا زي بعض، كلنا زي بعض، كل واحد ياخد حقه بس. وانا بقولها لكم المره دي كده في اللقاء ده، كل واحد ياخد حقه بس، مفيش اكتر من كده. أرجو دي الرسالة دي تكون واضحة لنا كلنا، واضحة لنا كلنا. وخلال كل ذلك نسمع صوت الألم الذي يتسبب فيه الإصلاح الحقيقي، نشعر به ونعمل جاهدين على تخفيفه من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. نتعاطف مع كل من يكافح بشرف وبطولة لتوفير حياة كريمة لنفسه وأولاده وأسرته. نؤكد له أن الدولة
بكافة أجهزتها ومؤسساتها تبذل قصارى الجهد لتوفير حياة أفضل لكل مصري ومصرية. نؤكد لكل المكافحين بشرف على أرض مصر أننا معكم وأننا نسير معاً على الطريق الصحيح. لن ينال من عزيمتنا المشككون، ولن نسلم عقولنا كمصريين لمن يتمنون عودتنا إلى الوراء. سنستكمل ما بدأناه، وسنصل بعون الله وتوفيقه إلى وجهتنا، مصر عزيزة قوية مزدهرة. قبل ما أوصل للختام، أنا عارف وأرجو أن كلامي وصدقي يصل لكل الناس اللي فعلاً دلوقتي فعلاً الظروف صعبة، فعلاً الظروف صعبة والأسعار كبيرة غالية، وده كان كل جهدنا. بس أنا برضو عايز أوضح لكم حاجة، إحنا اتأخرنا كتير قوي قوي في الإصلاح لدرجة إن إحنا اضطرينا، وأنا دايماً أقول لزمايلنا اللي أثناء اللقاءات اللي إحنا بنعملها، كان قدامنا دلوقتي إن إحنا نعبر يعني ترعة صغيرة صعبة بس ننجح، أو نستنى ويبقى نعبر بحر لا يمكن هننجح فيه. إحنا اخترنا دلوقتي، لأن أنا برضو كانت الأمانة تقتضي إن أنا أقول لكم، كان الخيار قدامي، الخيار قدامي نبدأ دلوقتي ولا أجلها لغيري، نبدأ دلوقتي ولا أجلها لغيري. طب لو أجلتها لغيري ولا قدر الله راحت، أنا قدام ربنا مسؤول ولا لأ؟ طب ما أنا كنت عارف، ما أنا كنت عارف إنها لو اتثابت كده هتضيع، بس عشان ما تقلش إنها ضاعت معايا، لا والله، والله ما كان في خيار تاني غير اللي إحنا بنعمله ده دلوقتي. وأرجو إن خلي بالكم، إحنا بقالنا 6 سنين، والست سنين دول ثمنهم غالي قوي علينا كلنا. 6 سنين اللي فاتوا دول من أول 25 يناير وحتى الآن تكلفتهم كتير علينا، وإحنا بندفعها دلوقتي مع سنين طويلة قبل كده حتى للإصلاح ده. وخليني أقول لكم باختصار شديد، يعني لما تترفع المرتبات للقطاع الحكومي من 80 مليار جنيه ل 230، أنا بقول أرقام ممكن تحفظوها يا مصريين وأنتوا بتسمعوني، من 80 مليار جنيه ل 230 مليار جنيه، يعني 150 مليار زيادة. طب هل جت موارد للدولة تغطي المبلغ ده؟ بالطبع لا، وأنتوا عارفين الظروف. طيب ال 150 مليار جنيه دول بنجيبهم إزاي؟ بنستلفهم ضمن، يعني بنقترض ال 150 مليار دول في 6 سنين تقريبا ب 900 مليار. بكام؟ ب 900 مليار جنيه. استلفنا ال 150 مليار في 6 سنين ب 900 مليار جنيه. طب الاقتراض ده مؤشراته عامله ازاي؟ خلي بالكم. طيب خدمتهم كام؟ يعني 150 مليار جنيه في السنة كمان، مش كده؟ طيب يعني عايز أقول إيه عشان بس ما زودش عليكم الكلام كتير. الست سنين اللي فاتوا دول إحنا كسبنا فيهم حاجات كتير كمصريين، لكن كمان هما نتج عنهم تحديات كتير، ولازم نواجه هذه التحديات. أنا كلمت الحكومة ودايما معاهم في ان احنا لازم نخفف الاعباء دي عن الفئات الاقل دخلا عشان تبقى يعني
يتحملوا الظروف الصعبة دي. وهقول يعني موضوع أو موضوعين يطمنكم على ده، وتعرفوا أن الحكومة حريصة على أن الأمور ما تخرجش عن السيطرة. إحنا بنعمل الإجراءات دي قلنا من فضلكم السلع الأساسية لابد أنها تكون متوفرة بسعر مناسب لمدة 6 شهور على الأقل، حتى أصل موضوع الدولار ده مش هيستمر كده كتير، مش هيستمر بالرقم اللي فيه ده كتير، لأن ده مش سعره العادل. الاقتصاد المصري مش ده سعره الحقيقي إنه يبقى ب17 و18، بس عقبال ما يحصل التوازن اللي احنا بنتكلم عليه هناخد كام شهر. فاحنا قلنا ندي نفسينا 6 شهور فرصة، لازم الأسعار فيها على الأقل السلع الأساسية اللي هي بتمس حاجات الناس الأساسية تبقى متوفرة بالسعر ده. بنحاول نعمل ده، لكن لازم تكونوا عارفين إن على سبيل المثال احنا، والنقطة دي أنا بقولها لأن أنا لاحظت أن خلال اليومين اللي فاتوا شائعات كثيرة جدا على موضوع الرغيف العيش وهيغلى وما يغلاش. لا طبعا، أنا بس عايز أوضح لكم حاجة، إحنا بنطلع تقريبا كل يوم يعني حوالي برضو رقم ممكن تحفظوه، إحنا 90 مليون اضرب في 5، 90 مليون تقريبا اضرب في 5، 5 ترغيفة للإنسان يعني، مش كده؟ فيعني كام؟ بالملايين. طيب الرغيف ده كان بيكلف قبل الإجراءات الاقتصادية اللي فاتت دي كان بيكلف 35-40 قرش. الرغيف ده دلوقتي بعد اللي احنا فيه ده بيكلف وصل ل 55-60 قرش. لم يمس ولن يمس. بس انا وفي انا مش عايز اتكلم في موضوعات اخرى زي دي، في حاجات زاد سعرها عما كان عليه على الدوله باكتر من 50-60%، لكن الدوله حرصت على ان هو يستمر كده. فارجو مننا يا شعب مصر، شوف كل التحيه والتقدير ليك لانك انت ضربت مثل الدنيا كلها كانت محتارة الشهر اللي فات ليه الناس دي ما اتحركتش. فلما جم بيقولوا لي ليه، قلت لهم لأنه شعب عظيم، وأنا مش بجاملكم وأنا بتكلم معاكم كده، رغم غلبنا وضعفنا وحاجات أخرى كتير، لكن شعب عظيم. أنا عايز أقول لكم أنتوا ما وقفتوش جنبنا، انتوا وقفتوا جنب مصر، وما حافظتوش عليا ده، انتوا حافظتوا على مصر. الكل كان بيراهن الشهر اللي فات، وكل الجهد اللي اتعمل، تصوروا انا هكررها تاني، يتقال انا ما بحبش التعبيرات اللي مش منضبطه، يقول لك هنقلب البلد دي. يا ال90 مليون مصري دول اللي عمرهم 7000 سنة، انت يا كان صعب عليا وانا بسمع الكلام ده، والاجهزه بتقول لي ده في دول بتصرف بدل ما تخفف معاناه الناس وتساعد بتصرف عشان تخرب وتهد. سيبونا في حالنا بس، واحنا ان شاء الله هنقدر نبقى كويسين. وفي الختام ادعوكم جميعا لان نستلم صفات النبي العظيم، نبي الرحمه المهداه فيما تحلى به من حكمه وصبر على المكاره، وفيما امتلأ به قلبه من شجاعه نابعه من الثقه المطمئنه في الله سبحانه وتعالى، وفي رحمته وعطفه على الضعيف وحزمه وشدته أمام الطاغي المفسد في الأرض. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.